قوه الاحتلال الاجنبيه هي التي رسمت مسار الانتقال في العراق نحو مرحله ما بعد الدكتاتوريه او ما بعد الاستبداد، يعني وبغض النظر عن كل هذه المعطيات، لكن بالتاكيد كانت هناك نخبه عراقيه، نخبه سياسيه او غير سياسيه من المثقفين، يعني انا واحد منهم وحضرتك واحد منهم والكثيرين، كانوا يطمحون الى ان هذا الحادث بغض النظر عن السياق التاريخي والسياسي والدولي، أن يفضي هذا الحادث إلى مسار دمقرطة في العراق وإلى الخلاص، إلى قلب صفحة الدكتاتورية مرة وإلى الأبد يعني. نعم. لكن بالتأكيد يعني، وأنا أتفق مع الخلاصات اللي ذكرتها حضرتك، يعني نحن ونراجع بعد أنه عقدين من سقوط الدكتاتورية، بالتأكيد يعني الحصيلة مرة، يعني العراق لا يصنف ضمن البلدان الديمقراطية في أي تصنيف عالمي، هاي أولا. نعم. ولا يصنف كبلد حر، يعني مراجع تقارير فريدم هاوس على سبيل المثال لا تصنف العراق بلدا حرا، يعني رغم أنه خلص من أنه في نظام سلطوي يضع القيود على حرية التعبير.